محي يعني تفاصيل الأنباء المتضاربة حول يوم السبت المقبل والتوقيع النهائي، وهل تم التأجيل أو لم يتم، وما الأسباب؟ هو حتى الآن بحسب حديث المتحدث باسم العملية السياسية لم يتخذ قرار بالتأجيل من عدمه. قال في تصريح مقتضب وزع على الصحفيين، إذا ما رأت الأطراف السياسية المشاركة في الموقع على الاتفاق الإطاري أي شيء فسيتم إبلاغ الرأي العام بذلك. ولكن بصورة عامة، حجم الخلافات، حجم الملفات المنتظرة أو المعلقة أو المؤجلة على الأقل، وتباعد المواقف يرجح فرضية التأجيل بدرجة كبيرة جدا، لأنه الآن تبقى نحو أقل من 48 ساعة للتوقيع النهائي، ولا زالت القضية الأساسية توقيت ومدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة. هذا هي القضية الأساسية. الجيش قال ذلك في تصريحات عديدة لقادته، خاصة من أعضاء المجلس السيادي المكون العسكري، قالوا إن تأييدهم للاتفاق الإطاري ينبع من أن الاتفاق يخدم على الأقل خطتهم الرامية لدعم الدعم السريع في الجيش، وهي واحدة من البنود التي جاءت في الاتفاق الإطاري. وبالتالي بيان الجيش الذي صدر منتصف الليل البارحة ذكر ذلك بصورة صريحة وواضحة، قال فيها يؤيد استمرار المناقشات والمشاورات حتى الوصول لاتفاق حول القضايا المطروحة، ويتم تضمينها كتوصيات، ويتم تضمينها ضمن الاتفاق ليتسنى التوقيع للأطراف. وبالتالي يمكن أن نقول قطع الجيش قول كل خطيب، ما لم يتم الفراغ من هذه المسألة والاتفاق حولها لن يكون هنالك توقيع، لطالما سيتغيب الجيش عن التوقيع، وبالتالي تبقى توقيعات الأطراف الأخرى ليست ذات جدوى، أو العملية برمتها ليست ذات جدوى سياسية. طيب، عند هذه النقطة بالتحديد محي، ما هي نقاط الخلاف حول مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش؟ هو طبعا الدعم يشمل نحو 7 جيوش، ولكن تبقى النقطة الأساسية والمعقدة فيها هي دمج الجيش مع الدعم السريع. هنالك 4 مواقف في هذه المسألة تتعلق بمدة الدمج. الدعم السريع طرح مدة 20 عاما لإكمال عملية الدمج في القوات المسلحة وإنهاء ما يسمى بالدعم السريع. الجيش قال 2، نحو 10% فقط من مدة المدة التي طرحها الدعم السريع، وبالتالي نلاحظ هنا الفرق الشاسع في التوقيتين. قوى إعلان الحرية والتغيير أو القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ومن بينها الحرية والتغيير المجلس المركزي تقول إن العملية تحتاج إلى 5 سنوات، والحرية والتغيير طبعا الآن في حالة شبه التحالف سياسي مع قائد قوات الدعم السريع. الأمم الحرية والتغيير المجلس المركزي والإطاريين قالوا 10 سنوات. الأمم المتحدة تقول إن العملية تحتاج إلى 5 سنوات، وبالتالي هنالك 4 توقيتات مختلف حولها، ولكن يبقى الخلاف الأساسي هو في توقيت الجيش 2 سنة وتوقيت الدعم السريع 20 سنة. التوقيع الاتفاق يتوقف على الاتفاق حول هذه الجزئية تحديدا. ما لم يتم التوصل إلى الاتفاق حولها لا نتوقع أن يكون هنالك توقيع.